من ضمن الأسئلة، هل بجد سوق العمل بتاع اقتصاد وعلوم سياسية ايه نظامه؟ هل في شغل ومحتاج أعمل ايه؟ الحقيقة إن اقتصاد وعلوم سياسية ليها أشغال كتيرة جدا، سواء لو أنت تشتغل في الجزء الاقتصادي، التحليل الاقتصادي، الأمور دي كلها، أو لو أنت حابب تشتغل في المجال القسم السياسي. ولكن من الحاجات المهمة جدا إنك بتجد شغل في البنوك، شركات الاستثمار، شركات التمويل، شركات التداول، شركات كتيرة المالية ممكن إنك تشتغل فيها سواء في الأوبريشن أو في الأمور الاقتصادية. والنقطة كمان مهمة ولطيفة في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، إنك ممكن تشتغل في مجالات الإدارة، وسوق العمل بيقبل وبيستقبل ده وكمان بيسمح لكم. فأنت ممكن إنك تشتغل في كـ HR، ممكن تشتغل في الماركتينج، ممكن تشتغل في حاجات كتيرة جدا جدا، ودي من ضمن المزايا الخاصة بالكلية. اسم كويس كمان في السي في. ايه الكورسات المطلوبه؟ انا نصيحتي بلاش ناخد كورسات وحاجات كتيره اثناء الكليه، نهتم بس بالاوفيس باكج، نطور شخصيتنا جدا، الايميل، ازاي نعدل انترفيو، وازاي نعمل سي في، وازاي نظبط صفحتنا على لينكد ان مع الانشطه الطلابيه والتدريبات الصيفيه، ولو تقدر تشتغل في الصيف، كل الحاجات دي تخلي ليك شخصيه قويه مع اللغه الانجليزيه، هتكسر الدنيا بعد التخرج والارزاق على الله.